فالقرآن الذي هو القرآن الصحيح الكامل الذي لا تغيير له، هذا عند أمير المؤمنين، صار عند أمير المؤمنين، ثم مثل ورثة الأنبياء، مواريث الأنبياء تورثه مثلا الحسن عليه السلام ثم الحسين، الآن عند إمام المنتظر عند الله فرجه وأرواحنا فداه، فالقرآن عنده، فإذا ظهر يظهر هذا القرآن. فأما هذا القرآن الذي أمام بين أيدينا، هذا القرآن محترم، لكن في تغيير بعض العلماء قالوا